عارفين المشروع يبدي من دوار بوابة الجهرة دائر الأول وينتهي في منطقة غرناطة على مسافة 11 كيلو. بل الحين نسبة الإنجاز للمشروع 72% وصلنا. مبلشين بإنشاء البنية التحتية، نقل البنية التحتية من خدمات المياه وخدمات الأمطار والكهرباء، يعني شغالين في نقلها وترحيلها. وشغالين حاليا بعد بالتوازي، شغالين بعد بإنشاء الجسور العلوية والقواعد وشغالين فيها. نعم، يعني شغالين فيها. والنسبة 72% ك 72% قطعتهم فيها كم سنة للوصول إليها؟ والمتوقع أن نصل إلى المرحلة التي تتمناها المواطن الكويتي وهي 100% متى إن شاء الله؟ 100% إن شاء الله. إحنا المتوقع عندنا نهاية 2018. نعم. زين، وبلشنا إحنا بالمشروع، إحنا بلشنا في 1 مايو 2011. نعم. 1/5/2011. 1/5. 1/5/2011. 2011. طيب، الطريق جمال عبد الناصر، تعلم بأن وكما ذكرت في المقدمة أنه مهم للكثير من المواطنين. إذا امتدت هذه الفترة أكثر، هل سوف نرى العديد من الازدحامات أم أن هناك خطط أخرى لتداوم هذا الموضوع؟ إن شاء الله ما راح نمتد أكثر من كذي، وراح ننتهي بالوقت اللي قلت عنه، والنتيجة راح تكون يعني أحسن من الشارع القائم اللي حاليا موجود. أحسن. اللي أحسن طبعا، أفضل وبايد. يعني هو حاليا الشارع القائم اللي هو من حارتين لثلاث حارات ويتخلل إشارات ودوارات وكذي. النتيجة النهائية بنهاية المشروع راح يكون عندك جسر علوي ما له علاقة بالمستشفيات والجهات الحكومية وممكن تنزل منه. انزين، وفي عندك طريق خدمي يخدم ولك الخيار، انت الجسر العلوي او الطريق الخدمي. طيب، يعني ما عليه، عندنا 20 ثانيه ولكن اتوقع ان اخر شق تكلمت فيه كان بالنسبه لي على الاقل جدا مهم، حاولت اتخيل معك طريق علوي يخص المواطنين والطريق الاخر الخدمي الذي ممكن اسلكه. كم حاره وذكرت عدد الحارات؟ الطريق العلوي، لما تتكلم استاذ الكريم باشمهندس، انا اتكلم معك بصراحه، المواطن يعتقد بان ما تقوله هو خيال ولا يطبق. لا، الطريق العلوي احنا عندنا ثلاث حارات لكل اتجاه زائد لحاره الامان، والطريق الخدمي من حارتين لثلاث حارات.